يا السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم، معكم مرايد نوفيل فيديو. الفيديو ديال هذا الويكاند غيكون عباره على اجوبه على تساؤلات ديالكم، حيت حطيت واحد ستوري في انستغرام اللي هي ودوزو عندي الانستغرام، ديروا واحد ابوني باش تكونوا على القرص ديما الجديد حيت ديما اكتيف فيه. المهم قلت لكم شي تساؤلات عندكم، شنو بغيتوا تعرفوا على مورايد، اي حاجه، وهادشي اللي غيكون ان شاء الله في هذا الفيديو ديال هذا النهار من مورا الانترو ان شاء الله. يلا بقاو معنا زيدوا. يا خوتي مرحبا بكم من جديد، باش ما يكونش واحد النوع ديال الملل غادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديالكم، وحنا غاديين في الطريق وحنا رادين البال بيان سور اللي قدينا عليه. الاسئله اللي كيتعاودوا اولا اللي نكونوا جاوبنا عليه نحاولوا بلا ما نضيعوا الوقت باش ما نطولوش لا فيديو. السؤال اللي فيه جاوبنا عليه صافي ندوزو. نبداو بالاسئله الاولى اللي وصلتنا. شنو سميتك؟ مزيان، هذا هو السؤال اللي خصني نبدا به، نقدم راسي بعدا كاين الناس اللي ما عارفينيش. اولا انا سميتي محمد اولا مرايد كيما مكتوبه، ومن مدينه مكناس، ندير فيديوهات على المطر، كنشارك معكم الهوايه ديالي وهادشي دايرو. عشقا في هادشي، ماشي على لاجل شي حاجه، يعني شي حاجه مولف، شي حاجه تتعيشها، بحال كنت كنشارك معكم الحياه ديالي اليوميه. قديت نفيدكم شي حاجه كنفيد يعني، وهذا ما كان. ندوزو الاسئله ديال الدراري. كيفاش قنعتي داركم باش ترد الموتور؟ المهم اخوتي كيفاش قنعت والديا باش ندير الموتور؟ انا قصتي بوحدها، راه كنت قلت لكم في واحد الفيديو ديال كيفاش قنع والديك، فيها جوج اجزاء، الجزء الاول في راه نخليكم الفيديو هنا كيفاش بديت مع الموتور، الجزء الثاني في كيفاش قنع والديك بطريقه زعما حبيه. كيفاش قنعتي والديك؟ المهم ندوزو للسؤال. ما قنعتهمش، ما تقنيش انا من الاول، خليت السكان ديالي يبين. وكيفاش شريت الموتور؟ انا شريته لراسي، يعني ماشي هما اللي شروه ليا، في الاول ما بغاوش، قالوا لي لا، قالوا لي نون. صافي جبت الموتور، الوالد ديالي موتور في الدار، تنقولو ديال صاحبي، ديال صاحبي، حتى بوحدو اقتنع باللي راه ديالي بلا ما بلا ما يعرف، ولكن انا ما حطوليش داك الموقف ديال السخطار الرضا الحمد لله. هذا هو اللي كيندوزو باش ما نتعطلوش. كاينين يوتيوبرز الا بغيتي تركب في موتور خاصك تخلص سيرتيفيكا عاد دوز مع اش بان ليك راك غايه. سخوطه. اي اش نقول لكم اخوتي، المهم كل واحد حر يدير اللي بغى يدير، يدير سيرتيفيكا ولا يدير هذاك سوقو هذاك، يعني كل واحد حر في راسو. انا الحمد لله هذا الشيء، يعني تنشوف انا راسي فاش كنت صغير وتنبغي نشارك معكم، يعني تنتوما تشاركوا معايا ديك اللحظه. المهم ما كاين ما يتقال في هذا السؤال، ما عندنا ما نديرو بمشاكل. بغيناك تجي كازا ان شاء الله، علاش لا؟ عاود لينا على اول طيحه، على البدايه ديالك، ما فيهاش ميفاش كانت مع الخلعه، كيفاش كانت مع الخلعه؟ واو واش غطيحه؟ واو مرة طيحات. المهم اول طيحه ديالي بالموتور كانوا شي جوج طيحات كانوا بالسيكوند، هذوك الطيحات اللي كيكونوا عندك في السيكوند، داكشي اش كنقولوا من الاحسن بلادهم يبداو في السيكوند، هذوك الطيحات هما تيوجدوك تيبريباريوك باش تطيح بالك الموتور الكبير، باش كتجي طيح موتور كبير تتكون شويه الحمد لله الضربه خفيفه. واش كنتي مولوع من صغرك؟ والصراحة ماشي من صغري صغري، أنا حتى درت شي 17 عام، يعني قلت لكم عاد بديت كنتعجب بالمواطر، نصيحة للناس اللي عندهم مواطر، نصيحة في الطرقان وكذا. وما عرفتش اش نقول لكم أخوتي، الكاسك، يعني أول حاجة نقولها الكاسك الكاسك الكاسك، وريكل ورقاتك وسير معزز مكرم، ودير شي حاجة اللي تتعرف، شي حاجة اللي تتعرف ديرها، ما تبقاش تزعم بزاف زعما بزاف، راه ما مزياناش يعني. دير داكشي اللي تعرف له، صافي اش نقول لكم. والكاسك واش كنتي مولو؟ نصيحة نيكست بايك، نيكست بايك اخوتي ما عنديش شي موتور معين زعما نقول لكم هذا هو الموتور اللي باغي ندير، وانما من مور غادي نبدل الجاد رولستر غندير ترايل، المهم شي موتور اللي شي موتور اللي عالي باش غادي يكون بامكاني نزيد نصور فيديوهات اخرين في الطبيعة وفي جبال الحجار. المهم حيت هذا مسكين تنتعدى عليه شي مرات تبقى ندخلو شي بلايص اللي ماشي ديالو تيبقى فيا. شحال خديتي زير ويسو ومنين خديتيها؟ خوتي خديتها من مراكش، كنت هابط على واحد زير ويسو واحد اخر ماشي هادي بالكحل، وما كتبت لياش وصدقت خديتها هادي. المهم
ديك دابا شي عامين شي عامين وشي حاجه كنت خديتها بشي 8600 ولا 8500 على حساب. الحمد لله كان كنترول. حبسونا رجال الشرطه كان كنترول عادي. داكشي باش كنقول لكم اخوتي يعني رجل ورقاتك ما تخليش حتى شي واحد يهضر معاك صافي. حبسك قلب الوراق قلب كلشي وزيد. المهم نكملوا اخوتي باش ما نطولوش في الفيديو. كما قلنا باش خديتي بشحال بقينا بشحال خديتها كتبت اخوتي على واحد 800 وحده اخرى ماشي على هذه. وهذه هي اللي كتبت ليا ديك الساعه كنت خديتها ب 8600 8500 هكاك 8120 ريال اللي ما تعرفش بالفرنك. شحال كانت عندك من عام ملي قدرتي تقنع والديك باش يخدي باش يخليوك تشري موتور؟ ديك اول موتور شريته المهم راه قلت لكم كانت عندي 17 عام. راه جاوبت هذا السؤال المدينه الجايه اللي غدير فيها دويره مع مراد. خوتي هي بالنسبه لدويره مع مراد مازال ما عرفتش يعني حتى كتوصل مثلا داك النهار اللي تتكون فيه انا مسالي صافي. انا براسي راه الخدمه ديالي ما عندهاش زعما بروغرام تنسالي. نقدر نسالي في السيمانه نقدر نسالي في الويكاند يعني فاش تيجي هذاك النهار راه انا تندير ستوري قبل يعني ما نجي. هذا هو اللي كاين ما يمكنش نعرف قبل مثلا بنهار ولا قبل بيومين حتى كيبقى غير نهار واحد. شحال كانت عندك من هنا جاوبنا على هذا المدينه جاوبنا. امتى نشوفوك في سلا اخويا ان شاء الله سلا الرباط منا بغينا نعرفو مرايد فوقاش ادي يجيب التراسر. هذا تنعرفوه هذا الدري صاحبي اخويا ما نعرف اخويا خليل واش التراسر اللي مكتبه ولا شي موتور اخر. شوفوا البيج اللي جمعنا ونشوفوا شنو مكتب. دويره مع مرايد في مكناس ان شاء الله راك عزيز ربي يخليك. سميت الموتور موتوره سميت المطوره بغيت تقصد الموتور ديالي زيد ويسو كاوازاكي زيد ويسو 2015. علاش كاوازاكي زيد ويسو فوقاش بدات لافونتير فوقاش وراه كنت كنشوف واحد الفيديو اخوتي هو هاد الفيديو هذا كيفاش تقنع والديك. راه كنت عاودت كيفاش بدات حكايتي مع الماطر بسبب واحد المره كنت خارج مع الدراري صحابي هما تيدوزو قدامي واحد الجروب ديال الماطر فيه غير جي اس افريكا توين فيه غير لي طرايل الكبار وكانوا نصارى ماشي مغاربه جايين مجيت مرزوقه وكنت ديك الساعه في الحاجب. بقيت انا غير مبلوكي حل في امي عرفتي دايرها الدراري صحابي كيقول زيد مالك كاين انا بقيت مصدوم. من تما بديت نعشق في الماطر. وعلاش زيد وصو زيد وصو قبل ما نعزل اخوتي راه كنت حاير كنت حاير بين ارسيس حاير بين 750 يعني بزاف. بغيت نشوف الموتور اللي يكون في الديزاين واعر يكون اغريسيف ويكون فيه الجهد ويكون فيه المهم بزاف المزايا ويكون ما يطيحش الثمن فهمتي باش لا بغيت نبيع. قلبت لقيت احسن اختيار هو زيد وصو داكشي باش اختاريتها. كلنا يوسف الله يرحمه ويوسع عليه عندنا ما نقولوا ربي بغاه وداه. شحال في عمرك وشنو ناوي تشري من بعد زيد ويسو؟ خوتي انا في عمري دابا 26 عام ومور زيد ويسو ان شاء الله الا بدلتها غنبدلها حيت هذه الحمد لله ما عمر حشماتني يعني موتور اللي اللهم بارك. الا بدلتها غنبدلها بشي حاجه اللي ماشي من الفئه ديالها. ما يمكنش نبدل هذا ونشري شي حاجه تجبلها شي زيد ميل ولا يعني نبدلها بشي طرايل ولكن مازال ما عرفتش بالضبط شكون. علاش مكناس ما فيهاش الحديد بزاف والمليح حكايه والمليح كتلقاه قليل شنو السبب؟ وتبارك الله عليك خويا العزيز علاش مكناس ما فيهاش الحديد؟ اولا ما يمكنش نقارنوها مع كازا ولا مع طنجة ولا مع مراكش حيت مدينة صغيرة مقارنة مع هاد المدن يعني صغيرة ما يمكنش. علاش كازا فيها تبارك الله كاينين دراري عندهم مترات ناضيين كاينين هما ماشي بزاف. تقدر تبدل زيد ويسو بشي جي 6 اير ميل كنت باغي نبدلها شحال هادي مي سبورتيف مابقاش معمر لي عيني مابقاش معمر لي سبورتيف عيني. ولا تباغي شي حاجة أخرى إمتى تجي لكادير إن شاء الله؟ شنو الموتور اللي كتحلم به؟ ما عنديش زعما موتور اللي كنحلم به زعما موتور الأحلام حيت الحلم هو ندير موتور راني درت اللهم لك الحمد يعني بقى ما عرفتش موتور الأحلام زعما ما عنديش شي موتور بالضبط كنقول هذا كاين. المهم دير شي طرايل كبير هذا هو اللي كنشوف ما عرفتش شي أفريكا توين ولا ما تعرف. شحال في عمرك؟ قلنا 26 عام. علاش بالضبط الموتور؟ وعلاش بالضبط الموتور؟ خوش الموتور ما تعرفش علاش تلقى راسك راك مولوع بهذا
بهاد الماكينات، ولكن علاش راه ما تعرفش؟ ما عرفتش انا براسي، ما عرفتش علاش الموطور، حيت اش كيخليك حر، تيخليك تحس بواحد الحريه اكثر، يعني تتجول تتسارى بواحد ما عرفتش. المهم الناس اللي مبليين راه عارفين، بغينا نشوفو وجهك اخويا ما كاين لاش. المهم بغيت نشوفو مورايا، دابا مورايا معاكم وجهي تيبقى شي حاجه اللي خصوصا، يعني ما عنديش علاقه، كنحاول ما امكن نفرق بين الحياه الشخصيه و هادشي اللي تندير. ان شاء الله شي نهار ما تعرف. قال لي انا كيفاش تشريتي اول موطو، اول موطو اللي هو سيكوند نيترو او الايروكس، كل واحد كيفاش كيسولو كيفاش تشريتو. ما عرفتش واحد النهار بديت كنجمع الفلوس، كنجمع دير هدف قدامي اللي هو الموتور. المهم تقاتلت وجمعت وشريت ارخص موتور، ارخص نيترو ممكن يكون بداك الثمن، صافي وخديتو. كيفاش كتعامل مع البوليس الى شدوك ومع هاد الحمله اللي كاينه ديال الموطر؟ ما ضقفوني اخوتي دابا الحمد لله، تيقلبك كونترول وريقات الكاسك ديالك صافي، تغير خمرك تيقول لك سير، ما كاين زعما شي طريقه سبيسيال كيفاش تتعامل. عاوتاني انت باش توقف واخا مريكل ما تدفعش كبير، ابتسامه في وجهك وداك الشيء راك تما ولي كاين. ما كتفكرش تاخذ الميل؟ ما تنفكرش انا اخذ الميل في الترايل كيما قلت لكم، ماشي في سبورتيف ولا في الروتستر. الى دزتي كازا شي دويره الله يحفظك، مرحبا. السلام خويا مرايد، بغينا تعاود لينا القصص مع الحوادث كانوا قدروا يوقعوا الله يحفظ. واو قصص مع الحوادث راه قصص راه هادي خلات نديرو شي فيديو ان شاء الله شي نهار، نديرو شي فيديو نعاود فيه كيف، يعني نعاود نديرو بحال شكل ستوري تايم ونبقى نعاود فيه كيفاش الحوادث اللي تعرضت لهم، كيفاش الحوادث اللي كنت غنتعرض لهم. ما نعرف خلات نديرو شي فيديو، الا جينا نهضرو هنايا غنطول فيديو غير السؤال ديالك. اولا اود ان اشكر مورايد وجميع مجهوداتي التي قدمت تقديم فيديوهات في احسن الجوده. شكرا خويا بزاف، تنحاولوا ما امكن نديرو شي حاجه شي حاجه مزيانه ولا ما نديرش. يعني شحال مره تجيني فرصه انا كنكون معطل ما عنديش وقت للسبت وداك الشيء، و بحال دابا بحال دابا، يعني راه كان البارح نهار نهار الجمعه صورت فيديو ما عجبنيش، كاليتي الفيديو ما جات زوينه وكذا، وفضلت انني ناجل الفيديو ما نديروش السبت حتى الحد، يعني باش ندير شي حاجه زوينه، اللهم ندير شي حاجه مزيانه ولا ما نديرش. هذه هي الحاجه اللي الفكره اللي عندي في راسي. واش كتفكر شي نهار تبين وجهك؟ وعلاش لا، شي نهار فاش بغي نحبس من الماطر ما تيبقاش عندي غرض تبين وجهك ولا لا. واش كتفكر شي نهار تبيع الموتور وتشري طياره تشري التران؟ هادشي اللي كاين اخوتي في الاسئله ديالكم، كنتمنى نكون توفقت في الاجابه عليهم، حاولت ما امكن نجاوب على كل شيء الاسئله اللي تعاودوا يعني دوزناهم. هادشي اللي كاين اخوتي في الفيديو ديال هاد النهار، سمحوا لي عطلتو عليكم نهار، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. وما تنساوش بالدعم ديالكم، هذيك سبسكرايب راه تتفرجوا فيا بزاف وما دايرين سبسكرايب، الرجل دوز دير لك سبسكرايب راه تتموتيفينا بزاف، تينا كيما شي وحدين تنموتيفيهم انا، حتى هما تيموتيفيوني فاش تنشوف العدد ديال لي زابوني تيتزادوا وداك الشيء، باش تزيد تقدم مجهودات. كنعرف بلي هاد الشيء اللي تندير عنده جايبين الناس تيعجبهم، ولي جاو لي كومونتير ديالكم وانستغرام ديالي ها هو. ما تنساوش الخوت وتهلاو، نتلاقاو في فيديو